بأربيل هلأ في منظمات بازارات كل يومين ثلاثة بمحل يعني التجمع وهي، وهذا بيؤدي لنشر الأعمال اليدوية بشكل عام بأربيل كلياتها، وأسلوب ناجح للتجارة. يعني أنا أغلب شغلي بشتغلوا على الخشب، برسم على الخشب الريشة والصبغ، وفي عندي حرق على الخشب وفي عندي حرق على الجلد. أنا خطاط ورسام يعني كمان خطاط. نحن من يعني كنا بنعاني من ضغط سياسي بسوريا واوضاع مكركبه، ما كان الوضع سيء جدا، فقررنا نترك البلد لانه الوضع صار سيء جدا. تركنا البلد واخترنا يعني كان في عنا اكثر من خيار، بعدين اكتشفنا انه اربيل هي افضل خيار تقريبا بالنسبه لنا كان، وفعلا سافرنا. ومشروعي هو عباره عن انا حلمي افتح روضه، تمام، بس الروضه صعب كثير هون باربيل لانه في منافسه كثير قويه، تمام. فانا بلشت بقاعه العاب، هي عباره عن صاله العاب مغلقه وامنه للاطفال. بهيك بازار بفيدني بالسبونسر بالترويج للصالة اللي أنا عندي إياها، لأنه ما في عندي كتير عالم عم تجي لعندي أو استقطاب كتير قليل، وأنا مشروعي كتير حلو كتير ضخم، فبالنسبة لي عم بستفيد بنشر الفكرة. أنا فنانة تشكيلي رسامة من سوريا، بشتغل لوحات ألوان زيت، ألوان أكريليك، وبالإضافة لهيك رسم كمان بشتغل نفس الشيء. حالياً عم بشتغل بتاتو مؤقت مع رسم على وجوه الأطفال مثل ما أنك شايفة، وبيطلع شيء حلو يعني العالم عم تقبله.